مع زمان كورونا تقدر تنزل بدون كمام. من سبع المستحيلات. يلا بنزل. انا في مو كافي لفتني الكونسبت اللي شغالين عليه، نظام كانك في صيدليه او عياده وهنا الصيدلاني. هلو. ايوه. فيوصف لك الوصفه اللي تناسب حالتك او تناسب رغبتك. يعني اذا بنلاحظ شباب، انت على بالكم بنادول، انا على بالي صيدليه عياده عفوا. فاكتشفت لا، انه هذا اكسترا هوت، نو ميلك نو شوجر. خيارك يعني اذا في هذه الطلبه تاخذ هذا البوكس. عندكم الكولد نو ميلك، كذلك نو شوجر وذ ميلك اند شوجر. يعني فعليا كانك في صيدليه تاخذ الوصفه اللي تناسب حالتك. هذه وذ ميلك اند شوجر. ايوه. وهنا دونات، هذه اذا تريد دونات تاخذ لكم هذه الوصفه. وهذه دونات. ايوه. شوكليت. وهذا ستروبري فراوله. وايت شوكليت. اوكي. شوفوا هذا المنيو. قهوه مسوي نفس هذاك ايمون. سودا نو شجر نو ملك، حتى اسعاره حلوه. بيضه شجر وملك 800. هاف ريال 800 صح؟ اوكي. الدونات عبيطينهم، بس حبيت عباطتهم. الشوكليت 700. وايت شوكليت 700 كذلك. فراوله 700. انا طبعا علتي ودواي كانت قهوه ادفانس بارده، اللي هي هذه. نو ميلك نو شجر. حبيت الفكره، احب التجديد، الاختلاف، التغيير. شطار. اها صيدليه. يقول لك انت في صيدليه مو في كافي شوب. سترونج قبلك. ماي فريند. اوكي. طبعا الافتتاح صار قريب وبعض الاشياء بعدها ما زالت ناقصه والخيارات محدوده. خلال الفتره القادمه ان شاء الله راح يضيفوا للقائمه اشياء كثيره. بس الفكره حلوه، الكونسبت كثير حلو. يعني انا فجاه صرت كاني طفل اذا بتلاحظوا. انه شيء كذا اوه حلو، انه كانك في صيدليه تختار العلاج اللي يناسب المرض اللي عندك او الحاله اللي عندك. فشيء كثير حلو، انا احب كذا. انتظر قهوتي. انا اخترت الادفان نو ميلك نو شجر، يعني ساده كول طبعا. مع هذا الحال نشرب شروب ساخن نموت. يعني مع كثره الخيارات والتنوع والتعدد اللي صار، ضروري اي مشروع يكون بفكره مميزه ومختلفه وفي نفس الوقت تجذب الشخص. يعني انا حسيت انه هذه الفكره كثير مميزه عشان اني اوثقها، لانه ما شفت من قبل الصراحه، تحديدا في عمان. ما اعرف اذا برا في انه مثل العياده، علما بانه شيء كثير بسيط ولكن في فكره حلوه. هذا المهم، فكره مو مهم انك انت تسوي العجب كثر ما المهم او الاهم انك انت توظف شيء مو متوفر مختلف عن اللي موجود بالسوق. قل لي دواك وشفاك من بعد الله بهذه القهوه، هي المناسبه لك ولحالتك. امريكانو without sugar without milk. طبعا امريكانو اكيد بتكون بدون حليب. خلوني اخليكم كده على الطاوله لمفتاح سترو ثم نعود لكم. صراحه الفكره حلوه. بسم الله. خذيت الجهوه كاتبينها جهوه هم ترى حليوه، يعني لطيفه خفيفه. بس تراهم فاتحين قريب، يعني ما زال امامهم كثير للتعديل والتحسين من الخيارات والمنيو اللي عندهم. فترة السوبر ماركت، يا انه زحمة السوبر ماركت صراحة. اللوك داون زحم الدنيا علينا وصار الاختلاط مضاعف بدل لا يكون بشكل اقل حتى تقلل الاختلاط والحالات. هذا الخل البلسمك احلى شيء للسلط. خل بلسمك. ترى لما تكون الخيارات كثيره الواحد يحتار، وانا حاليا في حيره من امري. اخذ هذا ام هذا ام ماذا. اوكي اوكي اوكي. يعني شوفوا هذا. اوبا لايك.
ليش الفوكس الغاز تبع اخذ هذا ترى الحين فعليا بروح على الشكل بس لا هذا بلاستيك ابدا ما يعطي قيمه للشيء البلاستيك هذا الزجاج شكل فخمة هذا شكل هالشيء صراحه ام ماذا ولا اقولكم ما اريد باي قول هلا بينه ولكن مع الحر صار عندي حساسيه وحبوب فاتجنب هذه الاشياء علما باني من عشاقها صراحه هذا مره خذيته فنان اللحم على التاكو يا ربي كيف ابداع شوفوا حتى قيمة الغذائية كثير حلوة معتدل خلينا نقول هذا ايش؟ مال كثير حلو هذا مال التاكو المكسيكي التوب المكسيكي هذا حليب جوز الهند بخيارات عدة ومن ماركات كثيرة كذلك عندكم جوز الهند مع اللوز البندق القمح الشوفان عفوا اللوز هذه أفضل بدائل للحليب البقري لأنه نحن من 21 سنة ما نحتاج السكر والكالسيوم اللي في الحليب البقري وهذا يمدنا بصحة وبدهون أفضل بألف مرة عن هذا الحليب فأنصحكم أنكم تأخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار ومثل ما تشوفون الخيارات عدة في فانيلا في شوكولات يعني منكه مثلا لوز على نكهة لأنه في ناس تحب النكهة والحلاوة في الشيء قلت لكم زحمة اوه باخذ هذا الشيء حلو احلى شيء بكاء الاطفال في الاماكن العامه احلى شيء ما ابالغ استغفرك يا رب واتوب اليك صراحه بكاء الاطفال في الاماكن العامه سيء جدا سيء اوه صح انا اريد غسول ما عندي غسول ايش احسن غسول الحر اللي ناكبنا اريد احلى غسول البشرة الدهنية ممكن هذا ديتوكس الله على السمفونية اللي بتعزفها هذه البنت احسنتي احنا دايما احتار بس خيارات عندهم قليلة هذا ايش هذا سكراب الحين جالس اتأكد هل الاستخدام اليومي ولا في الاسبوع كذا يوم ديلي سكراب ولا ايش مقشر الشاي الأخضر والبامبو لإزالة الرؤوس السوداء معقد ما أريد هذه الأشياء حلوة هذا كيف طويل العمر هذا فريش كبير غسول الوجه منعش ومنقي الجري فروت الوردي شكله حلو لا مناسب للبشرة المعلقة الحبوب إذا هو أنا نريد شاورة الحلو وين شاورة الحلو تررم تررم وين شاورة الحلو يسيبني في حيرة ونار أنا حاليا في حيرة ونار كأني أعزف على بيانو تررن 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 دوب حلو إيش رأيكم نجرب هذا اللحم المقدد لا 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 ما يطمن يخلي ما اعرف الصيني ما اريد استراتيجي احس كذا ما لي خاطر احلى زبده فول السوداني هذه
هذا النوعين لذيذة، خاصة الكرنش أنا ما أحب اللي يكون سموث، اللي يكون فيه كذا حبيبات جزيئات من الفول السوداني تكون كثير لذيذة. يه 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 بيسكر الناس، بيسكر الناس، وأنا بعدني ما استقريت على شيء ولا أخذت شيء. إيش أخذ من هنا؟ لازم أطلع بشيء. كولا 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 زيرو واحدة بس. والله زين اللي مسكرة علينا، زين زين مسكرة علي والله. يا ويلي بتكون الكاشير وين؟ حد هنا؟ لو سمحت ما حد هنا؟ أنا زين اللي انتبهت. أنا نسيت موضوع الحظر، الدنيا مسكرة شوي ويسكروا علي سوبر ماركت، فما مداني أخذ إلا كولا فول سوداني. نسيت إني مو معبي بترول، والسيارة صارت تقول لي يا سالم معبيني بترول، يعني كيلو وين؟ أقرب شيء جهة تقريبا 7-8 كيلو. لا يمشي الموضوع عادي ما علينا. يلا ترى من يقرب موضوع الحظر تبدأ تسيطر الربشة. من هي الربشة؟ أنا بعرفكم بالربشة. الربشة أنك أنت تتخيل كل شيء بيسكر والوقت متأخر، علما بأنه في وقت، بس لأنه هذا موضوع التسكير يقلقك شوية. أوكي انطلقنا على بركة الله. وين أقرب محطة بترول؟ المشكلة نحن دار مدار هايوي من قدام ومن الشارع العام، فالمشكلة الحين صايرة انه بتلف وبتاخذ لك لفة مع انه تكون الشيش قريبة ومحطة البترول. يلا مثل ما قلت لكم السلامة اهم شيء. وقف التصوير الحين بما ان تحركنا، بس بباشركم لو وصلت. قربنا قربنا قربنا. ما اريد اسرع عشان الكاميرا تطيح. أنا الحين أقدر أحس بالأمان لأنها قدامنا المحطة. تعال أبشركم أبشركم، وصلنا 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 المحطة. ما في سيارة يمين يسار، خش السلام عليكم. وصلنا الحمد لله.